الشوط السابع في الحفل الحادي عشر رفعت الراية، فتحت البوابات على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام لتنافس يجمع أفراس الأربع سنوات فأكثر في الشوط السابع على هدية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، سيارة فورد فيوجي موديل 2012 الانطلاقة لفيها الأمل، تبدأ الانطلاقة مع مقاصد للانطلاقة السريعة لفيها الأمل، الأسماء المرشحة تبدأ الصراع في هذه اللحظات مع الانطلاقة لفيها الأمل ومقاصد في المركز الثاني بطول فيها الأمل بطولين الآن في المرتبة الأولى، تتصدر الأفراس فيها الأمل ومقاصد في المركز الثاني، عبرات تبدأ التقدم مع ساحة بال في هذه اللحظات في المركزين الثالث والرابع، ساحة بال تتقدم للمركز الثالث في الصدارة فيها الأمل، مقاصد تغير مسار الآن من الخارج الآن مع محاولات التقدم وتحسين المواقع الآن لساحة بال وأيضا لعبرات ومحاولات من قبل فرحة وطن في المركز الزر، محاولات التقدم مشاهدينا متابعينا الكرام ربى الجمال أيضا فيها الأمل تقترب من أخذ المنعطف الأخير، مقاصد الآن تتقدم مشاهدينا الكرام، التنافس والإثارة تبدأ الآن على هدية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات فيها الأمل، هل تواصل مقاصد ومحاولات المباغتة تأتي من غاية الفتح ربما من الداخل فيها الأمل، تقاتل حتى الآن فيها الأمل في الصدارة، فيها الأمل تحافظ في انطلاقتها الرأسية حتى خط النهاية وتحقق المركز الأول وهدية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات.